رياضي عمر عبد الله علشان نتكلم معاه بشكل اكتر. عمر ازيك؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ وسعيد جدا طبعا باحتفالك بالكلاسيكو، المباراه الابرز في العالم مهما حصل فعلا. يعني اكيد اتكلمنا وقلنا عمر يعني الكلاسيكو يبقى كلاسيكو حتى لو رونالدو وميسي مش موجودين، كله اتكلم وقال ان مش هيكون في اثاره، مش هيكون في متعه، لكن انت شفت 5 اهداف مقابل هدف. لكن يا عمر عايز اعرف رايك على المباراه بعديها طبعا كونتي والكواليس اللي مثاره حاليا في الصحف الايطاليه والاسبانيه. طبعا الكلاسيكو كان العامل الابرز فيه ولا العامل النفسي، ريال مدريد دخل المباراه وهو مدرك وموقن للهزيمه تماما. جولان لوبيتي يحاول ان هو يعتمد على اللعيبه اللي عندها خبرات للعبه الكلاسيكو قبل كده حتى لو هي بعيده عن مستواها زي جاريث بيل وكريم بنزيما، لكن طبعا برشلونه يبقى برشلونه. برشلونه فريق متعدد الاسلحه جدا يا عمر، لعيبه على مستوى عالي جدا، خبرات عاليه جدا، ناس كتير جدا بتتكلم على مستوى لويس سواريز. ده مستوى لويس سواريز الطبيعي، لكنه بيخرج ب 120% من مستواه في حاله غياب ميسي، لانه بيبقى عارف ان هو النجم. كمان ما نغفلش دور كوتينيو اللي كان حلقه وصل كبيره جدا، واحد من نجوم المباراه، خوردي البا. فريق متعدد الاسلحه قدر ان هو يقصوا على ريال مدريد فنيا ويستغل حاله الانهزام النفسي اللي عند ريال مدريد من قبل الكلاسيكو عشان يعني يعيد بالكربون يعني كلاسيكو ال 4-0 لو تفتكروا بتاع رافائيل بينيتيس، كان برضه في غياب ميسي وكان نيمار وسواريز، وخلص 4-0 واطاح برافائيل بينيتيس. نفس الامور بتتكرر بالظبط 5-1 ويطيح بجولين لوبيتيجي عشان في خلال 24 ساعه كده تحصل ازمه كونتي اللي كلها اخذ وصد ورد قبل الاعلان الرسمي طبعا النهارده عن سانتياغو سولاري في المؤتمر الصحفي ان هو مدير فني لريال مدريد خلال الفتره المقبله. طب يا عمر ايه اللي حصل في صفقه كونتي؟ يعني هل فعلا سولاري هيكون مدير فني مؤقت لريال مدريد لحد ما يشوف الامور ايه اللي ممكن يحصل مع كونتي، ولا فلورنتينو بيريز الديكتاتور اتخذ قرار رسمي بالابتعاد عن كونتي وتأكيد وجود سولاري بكل بقى الدعم اللي هو هيدعمه له من وجهة نظره؟ هو في البداية فلورنتينو بيريز الديكتاتور هو كان السبب الرئيسي في تعثر صفقة كونتي. هو كونتي ببداية الموسم بعد مشاكله مع تشيلسي قال ان هو مش هيدرب. انت عارف في اوروبا المدير الفني اللي بيقعد او بيقال بياخد مرتبه كامل طول ما هو ما بيدربش. مظبوط. فكونتي كان قال خلاص السنة دي انا كده كده باجازة، حتى رفض اكتر من عرض من ميلان في بداية الموسم بدلا من جينارو جاتوزو، لكن هو قرر ان هو يقعد اجازة بحيث ان هو ياخد راتبه عادي جدا بدون اي شروط جزائية. لكن كان الاستثناء الوحيد هو ريال مدريد. كونتي كان مرحب جدا ان هو يدرب ريال مدريد وكان شايف ان الفريق الوحيد اللي هو ممكن يقطع اجازته عشانه ويضحي بالراتب اللي جاي على الجاهز كده زي ما بيقولوا من تشيلسي هو كان ريال مدريد. حصل مفاوضات مع انطونيو كونتي وفقا للصحف الايطاليه قبل الكلاسيكو بيوم بالظبط، وقالوا له ان في حاله خساره ريال مدريد بنتيجه كبيره هيكون هو المدير الفني، وانطونيو كونتي وافق. ديكتاتوريه بيريز بقى هنا عمر في ان هو كونتي لما وافق حب ان هو يحط ضمانات للنجاح، يعني هو طلب لاعب مدافع زياده. انت عارف كونتي بيلعب ب3-5-2 دايما، فطلب مدافع زياده مع راموس وفاران، طلب لاعب خط وسط مدافع مع كاسيميرو، وطلب مهاجم. بيريز رد عليه وعبر الوسطاء وقال له لا انت هتيجي هتقود الست شهور دول، الميركاتو بتاعي انا عندي خطه ميزانيه ماليه للموسم الجديد لان هو بيعمل توسعه في سانتياغو برنابيو، فلا الميركاتو يعني هنشوف الميركاتو ده بقى السنه الجايه، لكن انت السنه دي هتكمل بالفريق اللي موجود. فده كان اول مسمار في نعش الصفقه. المسمار الثاني ان اللعيبه الكبار في ريال مدريد، وده اللي نشرته صحيفه ماركا الاسبانيه واكدت عليه كادينا كوبي، ان اللعيبه الكبار في ريال مدريد كانوا متخوفين من الاتيتيود بتاع انطونيو كونتي. انت عارف الزعيق والعصبيه والعصبيه اللي على الخط، فكان انطونيو كونتي بالنسبه لهم يعني حاجه صعبه شويه. سيرخيو راموس كان طلب ان هو يبقى فيه يعني تناخل شويه في التعاقد مع انطونيو كونتي، وانضم ليه جاريث بيل وفرانشيسكو اسكو الاثنين مع سيرخيو راموس، طلبوا ان انطونيو كونتي يكون خيار بديل ما يبقاش هو الخيار الاساسي، وطرحوا اسم روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا انه في حاله ان سانتياغو سولاري هيكون مدرب مؤقت يبقى المدرب الدائم هو روبرتو مارتينيز. السببين دول طلب اللاعبين مع رفض بيريز طلبات انطونيو كونتي وقفوا الصفقه تماما، يعني وضعوا كونتي بدل ما كان الخيار الاول اصبح الخيار الثالث حاليا،
بعد مارتينيز وبعد سولاري ويمكن كمان بعد أرسن فينجر اللي دخل بشكل كبير جدا ممكن يكون مدير فني دائم لسابق تعامله مع حالة مالية اقتصادية شبيهة مع أرسنال لو تفتكر مع بناء ملعب الإمارات. فأنطونيو كونتي أصبح خيار بعيد جدا لصدامه الشديد مع فلورنتينو بيريز، ولأن كونتي أساسا بقى بعيدا عن كل ده هو كونتي شخصية صدامية عمر عارف طبعا مع يوفنتوس عمل مشاكل مش ذكي مش دبلوماسي عمر ما بيعرفش كده ياخد ويدي دايما هو دايما يا إما كده يا إما مفيش بالظبط هو ده يعني ده حتى لو تفتكر ترك يوفنتوس بعد يومين من فترة الإعداد قال لهم مش هبيع فيدال قالوا له لا احنا بنفكر نبيعه راح سايبهم وماشي مع تشيلسي من نص الموسم انا ما طلبت لعيبه وما ادونيش طلبت لعيبه ما ادونيش مع نهايه الموسم مشي وبرده لو تفتكر بعد يومين من بدايه فتره الاعداد لحد ما تساري انهى مشاكله مع نابولي بالظبط. فبالتالي هو شخصيه كونتي بالبلدي كده ما ركبتش مع بيريز الدكتاتور فالصفقه انهارت تماما، وان كانت الصحف الايطاليه النهارده بتقول ان كونتي لم يفقد الامل وعنده استعداد ان هو يتفاوض شويه مع بيريز في صفقات يناير، لكن يبقى هو المتحكم في صفقات الصيف، وده برضه بيريز رفضه حتى هذه اللحظه. عمر عبد الله بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا والكلام على انطونيو كونتي، وزي ما حضراتكم سمعتوا كل التفاصيل اللي موجوده في تعاقد ريال مدريد مع كونتي وبعديها التراجع عن اتمام التعاقد واعلان رسميا وجود سولاري مديرا فنيا لفريق ريال مدريد، وهل هو هيكون مدرب دائم ولا هيكون مدرب مؤقت، ده اللي احنا هنشوفه الايام اللي جايه. زي ما احنا قلنا او زي ما حضراتكم سمعتوا من عمر ان مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا